اقليم تاوريرت كباقي اقاليم المملكه تعيش هذه الايام على موجه برد، بحيث انه درجه الحراره المسجله منذ ايام يعني هي درجه حراره ما نقولش غير مسبوقه، ولكن كاين واحد الانخفاض كبير في درجه الحراره. وهنا بطبيعة الحال لابد من اتخاذ واحد العدد ديال الترتيبات والتدابير من أجل مواجهة موجات البرد واللي كتتم كفصل الشتاء من كل سنة. وفي هذا الإطار هناك مخطط إقليمي اللي كتشرف عليه عمالة الإقليم، ثم أيضا برنامج العمل الجهوي والإقليمي على مستوى قطاع التعليم من أجل مواكبة المؤسسات التعليمية لمواجهة هذه الموجة ديال البرد القارس. أهم الإجراءات التي يتم اتخاذها في هذا الإطار هو تفقد المؤسسات على مستوى اللوجيستيك المتوفر في عين المكان فيما يتعلق بالتدفئة. وهنا نبغي نشير على أنه عندنا خريطة تاع المؤسسات اللي كتوقع في المناطق الأكثر برودة، خاصة في بعض الجماعات القروية اللي كتميز بالارتفاع على مستوى المستوى الطبوغرافي، فبالتالي يعني هذه المؤسسات هذه كتكون عرضة أكثر لهذه الموجة نتاع البرد. وفي هذا الإطار كنحاولوا ما أمكن تفقدوا المؤسسات على مستوى المواد ديال التدفئة ومدى توفرها، كما أننا كنحاولوا نبحثوا على موارد اللي يمكن تساعد أننا نوفر المؤسسات يعني ما تحتاجوه في هذا الشأن. ما غاديش نقول بأن الأمر سهل، كاين صعوبات خاصة فيما يتعلق بال الحصول على حطب تدفئة، وأحيانا كنستعملوا الفحم الحجري بحكم الطاقة الحرارية ديالو أكثر. ولكن فيما يتعلق يعني مواجهة هذه الفترة هذه، فإضافة للعملية ديال التدفئة هناك يعني الاشتغال في الأقسام الداخلية، وأيضا الاشتغال على الجانب ديال التغذية بإدخال تعديلات على مستوى الوجبات الغذائية، تكون وجبات الغذائية اللي كتوفر سعرات حرارية وطاقة أكبر. وهنا كنكونوا كنواكبوا الأقسام الداخلية تقريبا بشكل يومي. هناك عدة تحديات، ففضلا على المواجهة ديال موجات البرد كنفذوها في إطار التدابير الصحية المعتمدة هذه السنة في إطار مواجهة بلادنا لجائحة كورونا. وحنا كنعرفوا بأنه كيخص تكون هناك واحد اليقظة كبيرة في المؤسسات، ماشي فقط ضد كوفيد 19 ولكن أيضا ضد جميع أنواع الأنفلونزا اللي يمكن يواجهها الأطفال ديالنا.